درست العود قبل المغنى، ودراستي للعود ساعدتني كتير بالمغنى، لأن بصير في اتحرك بالنغم بفكري، يعني كيف عم فكر كيف اعزف في نفذهم بالمغنى، فكتير بيساعد. سمرة يا حلوة، يا لحن يا غنوة، يا أحلى رنين، سحر الحاجب ده بتعجب عالحلوين. شفت بقيت من نار يا سمرة، تايه كده مش داري يا سمرة. شفت لأن كريم محمود شكل حالة متفردة في الموسيقى الشعبية المصرية، اختار أن يغني مجموعة من أرشيفه، هو الذي لم يتخطى العقد الثاني من عمره. كريم محمود كان من المحافظين على النظام الموسيقي العربي، صح كان يغني الشعبي بوقته، بس حافظ على يعني القالب الموسيقي العربي بدون ما يشوه فيه أو بدون ما يخلط موسيقى غربية بموسيقى عربية، مثل ما كتار من هيداك الزمن عملوا يعني. بس كريم محمود تميز بأنه حافظ على الموسيقى، فلهيك حبيت غني له. ينهم من عصارة ذاك الزمن الجميل، ناثرا الحنين في أمسيته البيروتية التي تفيض بإرثها الفواح نغما وأصالة. بجو العيلة عنا يعني نحن بنسمع طرب كنا، فتأثرت بهيدا اللون من أنا وصغير، وبالمدرسة معلمة الموسيقى شفت فيه إنه بقدر غني، دلتني على أستاذة اللي هو بدرس موسيقى كلاسيكية شرقية، فبلشت أدرس هالموسيقى، بلشت غني موشحات وقدود حلبية وهيك. فهلأ بشغلي يعني أكتر شيء قريب لهالمدرسة الطربية اخترت كريم محمود إني غني له. منصة فنية ثقافية من قلب العاصمة تفتح الباب واسعاً أمام طاقات شبابية واعدة تعيد استحضار عمالقة سطعوا في سماء الفن وفضائه. من مترو المدينة درجة غفري، لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.